الامتحان كان سهل وكله من الكتاب وموضوع التعبير كان سهل يعني الحمد لله. بس في كانت اسئله بالقواعد بالذات بدها كثير حق. الامتحان كان من سهل لمتوسط، اما القواعد صراحه كانوا يعني شوي اصعب من بعض دوائر. سرايا ترصد اليوم اراء طلبه الثانويه العامه حول امتحان ماده اللغه العربيه. مرحبا، طمنينا كيف كان الامتحان اليوم؟ الحمد لله كثير اسهل من امتحان قبل وفوق توقعاتنا، يعني كان اسهل من امتحانات السنوات الماضيه وما جابوا لنا يعني اكتب الابيات كله كان سهل. وبرايي كل يعني ما تقولي عنه لا سهل سهل ولا صعب صعب، يعني متوسط برايي. تمام الحمد لله، صراحه كثير سهل عن الدين ويعني خلاص هيك براعي كل الفروقات. كان الوقت كتير قليل لفترة امتحان عربي فصل أول وفصل ثاني، فهي ما لحقت تكمل كل دراستها، يعني كنا بتمنى أنه يكون معهم وقت أطول للدراسة، عرفتي تعبت على حالها وإن شاء الله الله يا رب يطرح لهم البركة. كان متوسط يعني لا سهل سهل ولا صعب صعب، كان حلو يعني عن جد، يعني بس كم إشي يدوب متخبطين فيه. امتحان كان سهل وكله من الكتاب وموضوع التعبير كان سهل، يعني الحمد لله إن شاء الله بنجيب علامة منيحة وعالية. الحمد لله كان كتير منيح، ويعني منيح بس إنه القواعد شوي بده تركيز، بس الحمد لله الحمد لله تمام، يعني كان مجملا سهل. في كم مثلا قواعد كان صعب شوي بس لا مجملا سهل، يعني كل شيء كان الحمد لله تمام صراحة. الحمد لله الحمد لله كان سهل يعني فوق توقعاتنا، يعني فالحمد لله الحمد لله مش زي ما توقعنا، كان أسهل بكتير. الحمد لله كتير أسهل من السنوات السابقة بكتير. الحمد لله الحمد لله ورويت كتير منيح. الحمد لله كان كتير كويس والوقت ممتاز كتير، يعني كان عن جد ممتاز. الامتحان كان الحمد لله سهل، بس في كانت أسئلة بالقواعد بالذات بدها كتير حل ووقت كافي كمان الحمد لله. الامتحان كان من سهل لمتوسط والوقت كان نوعا ما كافي تمام. الأول صفحة الدوائر كله سهل بس القواعد فيه شوية تركات، ونفس الشيء القواعد فيها تركات بس الحمد لله سهل.